بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل كده ريفيجن كده سريع على نقط مهمه كده في المنهج. يا رب تكونوا مستعدين ان شاء الله للامتحان بتاع بكره. مش عايزكم تقلقوا، ما تخافوش، اهم حاجه تقرا السؤال كويس جدا، تبقى فاهم، تحاول تفهم كل كلمه بتتقال، وان شاء الله الموضوع يبقى سهل. بالنسبه اول حاجه للدايمنشنال فورمولا، دي كان اول حاجه احنا خدناها. قلنا بالترتيب كده، احنا كنا قلنا ازاي تكتب الدايمنشنال فورمولا. بتكتبها ايه بالترتيب ده؟ ام ال تي، بحيث ان ام دي بتعبر عن الماس، ال بتعبر عن اللينث، والتي بتعبر عن ايه؟ التايم. تمام. مثلا لو حاجه زي ايه، لو حاجه مثلا زي الفلوستي عايز تكتب الدايمنشنز بتاعتها، يبقى بتكتب الاول حاجه الرول بتاع الفلوستي ديسبيسمنت اوفر التايم. بتشوف الديسبيسمنت دي تعتبر لينث، فبتحط ايه؟ ال. التايم تي، تحط ايه؟ تي كابيتال. تطلع هنا فوق بعكس الساين، يبقى ايه؟ ال تي بار نيجاتيف 1. الحاجات دي خلاص عندك كمان في الكتاب، فمش هتحتاج ايه اللي انت يعني، مش دي نوعيه الاسئله. الاكسليشن برضو عندك هتلاقيها جاهزه في الكتاب، ال تي باور نيجاتيف 2. طيب هنا بقى ممكن يجيب لي ايه؟ ممكن يجيب لي مثلا فكره زي دي. فكره زي دي سائل في درسين في نفس السؤال، ازاي؟ بيقول لي ابادي موفز ان ستريت لاين وير اكس ديسبيسمنت اكس تشينجز وذ تايم تي اكوردنج تو ذيس ريليشن اكس ايكوال بي تي بلس سي تي باور 2. دي بتفكرك بقى انهي ايكويشن؟ قال لك دي ديسبيسمنت يعني دي، صح؟ وهنا في تي وتي باور 2. دي كان السكند ايكويشن اوف موشن، دي كانت الوحيده اللي فيها تي وتي باور 2، اللي هي الايكويشن دي، دي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي باور 2. طيب دي شبه دي بالظبط في ايه؟ يعني دي كده، او سوري، الريليشن دي هي الريليشن دي. طيب التي هنا قبلها مين؟ البي، يبقى طيب والتي هنا سوري قبلها الفي اي، وهنا التي قبلها البي، يبقى البي هي الفي اي اللي هي الفلوستي. طيب واحنا عارفين ان الفلوستي ايه الدايمنشنز بتاعتها؟ ال تي باور نيجاتيف 1. هنا قبل التي باور 2 في ايه؟ طيب وهنا قبل التي باور 2 في سي، او سوري هنا هاف الاي كلها، يبقى السي بتساوي هاف الاي. طيب كده كده الهاف بتتشال لما اجي اعمل الدايمنشنز. طيب والسي هنا هاف الاي، كده كده ايه الهاف بتتشال، قلنا الاي اللي هي الاكسلريشن اللي هي الدايمنشنز بتاعتها ال تي باور نيجاتيف 2. طيب يبقى بالتالي كده البي هتبقى ال تي باور نيجاتيف 1، دي سوري مش باينه، دي ال تي باور نيجاتيف 1 بس مش باينه عشان المسافه، ودي ال تي باور نيجاتيف 2، دي برضو ايه، دي ال تي باور نيجاتيف 2. هتبقى الاجابه عندك رقم كام؟ رقم دي. بقول لك الدايمنشنز بتاعت البي هتبقى مين، والدايمنشنز بتاعت السي هتبقى مين، واضحه عندك اهي. طيب نمبر 3 بيقول لك a metallic ball of radius r is dropped into a tank of water if its velocity in water was v and affected by the resistance force given by this relation f. طيب where k is constant then the measuring unit of k is a. هنا عايز ال k. طيب ما انت مديك ال equation دي بالشكل ده، هات ال k بقى لوحدها في خانة لوحدها. يعني هو بيقول لك f equal k r v، اودي الناحيه دي الناحيه الثانيه ايه الديفايد، يبقى كي ايكوال اف اوفر ار في. طيب الدايمنشنز على طول بقى اعوض بقى الدايمنشنز بتاعت الاف، حتى اعملها سوري في ورقه ثانيه، يبقى الكي ايكوال اف اوفر ايه اوفر ار في. الاف يبقى ايه ام ال تي باور نيجاتيف 2، والار ده يعتبر ريديوس فلينث، يبقى ال. الفي اللي هي الفيلوستي ال تي باور نيجاتيف 1، دي هتروح مع دي، دول هيطلعوا بعكس الساين، يعني تبقى ايه ام تي باور نيجاتيف 2 زي ما هي، ملتبلاي دي هتطلع بنيجاتيف 1 اللي باور نيجاتيف 1، ودي هتطلع بايه تي باور يعني باور 1 بس من غير نيجاتيف، تطلع تي. نفصص بقى ونرتب المساله بتاعتنا، ام اللي هو ايه بالترتيب بتاعها ام ال تي، يبقى هتبقى ام ال في ال واحده بس اللي باور نيجاتيف 1، تي باور نيجاتيف 2 تايمز تي، يبقى تي باور نيجاتيف 1، يبقى الاجابه بتاعتي ام. طب لو عايز بقى اليونت، ده الماس بالكيلوجرام، اللينث بالمتر، يبقى متر باور نيجاتيف 1، التايم بالسكند، يبقى ايه السكند باور نيجاتيف 1. الاجابه عندك كيلوجرام متر باور نيجاتيف 1 سكند باور نيجاتيف 1، اللي هي رقم كام؟ رقم 3. هنا بيقول لي رايت ذا دايمنشنال فورمولا اوف كاينيتيك انرجي نونج ذات كي اي، كي اي ايكوال هاف ام في باور 2. كده كده في الارقام خلاص مالهاش دايمنشنز، الام تنزل زي ما هي، الفي بقى هنا عليها باور 2. تعمل عشان ما تتلخبطش، تعمل هنا باور 2، حط الدايمنشنز بتاعت الفلوستي اللي تي باور نيجاتيف 1.
بعد كده الام تنزل توزع بقى هنا الباور ده على الباورات اللي جوه، بيبقى المالتي بلاي الباورات اللي جوه، 2 مالتي بلاي 1 يبقى ال باور 2، 2 مالتي بلاي نيجاتيف 1 يبقى تي باور نيجاتيف 2. طيب هنا جايب لي برضو فيها تريك كده بسيطه، بيقول لي دايمنشنال فورمولا اوف كوانتيتي اكس از ال تي باور نيجاتيف 1، مديني كده ايه، مديني الاكس ب ال تي باور نيجاتيف 1 والواي ب ام ال باور ايه نيجاتيف 1. طيب هنا عايز الزد، يعني الزد هنا بكام؟ طب هو ايه علاقتهم ببعض؟ جايب لك العلاقه ما بينهم ايه بالشكل اللي انت شايفه ده، بيقول لك اكس ايكوال روت زد اوفر واي. طب هنا المشكله عندك انت هتلخبط، تقول لي طب الروت ده اشيله ازاي؟ هتعمل والله تعمل هنا باور 2 وهنا تعمل ايه باور 2، الباور 2 ده هشيل الروت والباور 2 ده ينزل على اكس زي ما هو، يبقى اكس باور 2 ايكوال ايه زد اوفر الواي. طيب انت عايز زد، يبقى الواي هتروح الناحيه الثانيه ايه بالمالتي بلاي، يبقى زد ايكوال اكس باور 2 واي. عوض بقى الاكس، بقول لك ال تي باور نيجاتيف 1، يبقى هشيل الاكس دي احط مكانها ال تي باور نيجاتيف 1 وعليها براكت باور 2. الواي ام ال باور نيجاتيف 1 نفك بقى البراكت، ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 ام ال باور نيجاتيف 1، يبقى ال باور 2 طبعا ايه احنا بنكتب بالترتيب، سوري الام ال تي، يبقى الام تنزل الاول، ال هنا باور 2 هنا نيجاتيف 1، يبقى ايه ال باور 1 اللي هي ما تتكتبش. انت لو بتعمل حاجتين مالتي بلاي بعض بتعمل الباور زي بلس 2 بلس نيجاتيف 1 يبقى ب 1، وايه تي باور نيجاتيف 2، يبقى الاجابه بتاعتك ام ال تي باور نيجاتيف 2 اللي هي تبقى الاجابه دي، دي برضو نيجاتيف 2 بس مش باينه. تمام، دي الستاندرد فورميا. بس هنا في سؤال على الدايمنشنز نحله برضو بمره، بقول لك اكس ايكوال واي زد، والدايمنشنز بتاعت الاكس ام ال تي باور نيجاتيف 2 والواي ام باور 0 ال تي باور نيجاتيف 2. لو قال لك ام باور 0 يعني ب 1، يعني دي كده اكنها مش موجوده. طيب عايز الدايمنشنز بتاعت الزد، طيب هو بيقول لك الاكس ايكوال ايه واي زد، عايز زد لوحدها يبقى دي هتروح بالديفاي، يبقى زد ايكوال اكس اوفر ايه اوفر واي. الاكس ام ال تي باور نيجاتيف 2، الواي خلاص بقى احنا وشلنا الام عشان باور 0 ال تي باور نيجاتيف 2، ده هيروح مع ده عشان زي بعض، هبقى عندك الام. مين في الاختيارات دي ام؟ هتقول لي ما فيش ولا واحده ام، هقول لك لا دي ليه؟ ما دي ام ال باور 0 يعني 1 مش موجود، تي باور 0 يعني 1 برده مش موجود، يبقى دي هي الاختيار عندك ام، فممكن ما يجيبلكش الاختيار ايه صراحه ده. طيب بالنسبه للستاندرد فورمولا، الستاندرد فورمولا طبعا لازم تبقى عارف السيمبلز كده كده، انت تخش بالكتاب يبقى قدامك التيبل ده موجود عندك في الكتاب، بس انا عايز بس ايه اراجع على حاجه كده صغيره في التحويلات لما تيجي تحول من حاجه لحاجه. يعني مثلا لو قال لك ايه عايز احول من مايكرو جرام، سوري عايز احول من مايكرو جرام لكيلو جرام، بعمل ايه؟ الحاجه اللي بحول منها ديفايد الحاجه اللي بحول ليها، ده رول كده ايه تبقى عارفه في التحويلات، واتيفر بقى من اكبر لاصغر مش هتفرق، الحاجه اللي بحول منها ديفايد الحاجه اللي بحول ليها، حتى ممكن تكتبها كده. طب انا عايز احول من مايكرو، يعني ايه مايكرو؟ 10 باور نيجاتيف 6، انا جبتها من فوق اهي 10 باور نيجاتيف 6، سوري دي ميجا 10 باور نيجاتيف 6 اهي مايكرو ماشي. وكيلو يعني ايه؟ كيلو يعني 10 باور 3، يبقى تعملها ديفايد الحاجه اللي هتحول ليها ايه 10 باور 3، دي تطلع لفوق بعكس الساين، يبقى 10 باور نيجاتيف 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هيديك ايه 10 باور نيجاتيف 9، يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ رقم ايه. طيب الريلاتيف والابسولوت كان في فيديو كنت نعمله قريب، فانت ممكن تبص عليه عشان انا كده كده هحل نفس المسائل، فانت بص عليها بقى ايه اسهل. الفيكتورز انا ايه يعني انت هت نريفيو كده سريعا عن الرول. لو انت مثلا عندك ايه، لو انت عندك تو فيكتورز، عندك مثلا ايه فورس مثلا اف واي وفورس تانية اف اكس يعني في الهوريزونتال دايركشن، الريزلتنت بتاعهم هيبقى عباره عن مين؟ عباره عن فيكتور في الايه في النص كده منهم. تمام، كنا بنقول سوري معلش هو ما جاش ستريت بالظبط، كنا بنقول ان انت ممكن ايه يعني نرسمها تاني، لو انت عندك اي تو فيكتورز يعني عندك مثلا ايه ده اف واي فورس مثلا بتاثر على صندوق اهو،
في قوتين بيجروا، قوه بتجر لفوق وقوه بتايه بتجر في الاتجاه ده. الريزلتنت بتاعهم لا هيبقى لفوق ولا ايه ولا ناحيه اليمين، هيبقى ما بينهم كده. فكنت بقول ممكن اعمل ايه، انا اي فيكتور اقدر احركه طالما ان هو محافظ على الدايركشن بتاعه وعلى الماجنتيود بتاعه، هو باصص لفوق ناحيه النور تمام، ممكن احركه كده كده كده، اهم حاجه يكون ايه باصص لفوق. لو حركته كده ده اف واي طلع عندي ايه رايت انجل ترانجل تمام. فالاف اللي هي الريزلتنت فورس اللي انا قلت عليها في الاول دي اللي هي النت فورس بتاعتهم عباره عن هايبوتنس. فانت لو عايز الاف يبقى الاف ايكوال روت اف واي باور 2 بلس اف اكس باور 2. لو قال لك عايز الدايركشن بتاع الريزلتنت فورس دي يبقى يقصد الانجل سيتا اللي عاملاها الريزلتنت فورس مع الهوريزونتال. طب دي تجيبها ازاي؟ عن طريق الرول اللي هو بيقول لك ايه تان سيتا ايكوال اف واي اوفر ايه اف اكس. طيب لو معاك الاف ومعاك السيتا بس وعايز اف اكس يبقى اف اكس ايكوال اف كوزين سيتا. لو معاك الاف ومعاك السيتا عايز الاف واي يبقى اف واي ايكوال ايه ايكوال اف ساين سيتا تمام. طيب في بس حاجه مهمه بالنسبه للفيكتورز، قلنا اي فيكتورز بيبقوا ايكوال طالما ان هما ايه ليهم نفس الماجنيتيود ونفس الدايركشن. جايب لي سؤال زي ده بيقول لي ويتش ستيتمنت از كوريكت. طبعا تعال نبص كده، ايه ايكوال بي، الاي اللي تحت والبي اللي فوق، هما واضح ان هما قد بعض في الماجنيتيود لكن عكس بعض في الدايركشن. واحنا قلنا النيجاتيف ساين في الفيزيكس معناها ايه؟ معناها اوبوزيت دايركشن تمام. يبقى المفروض ايه ايكوال نيجاتيف بي، وهي فعلا الاجابه اللي هي رقم بي. طيب بالنسبه ليه ممكن يجيب لك مثلا ايه، لو انت شفت اشكال او اي رسومات ما تتخضش. دي الحاجه اللي او الرسمه بتاعه الطياره مثلا، دي جايب لك طياره ماشيه بفلوستي في النورث دايركشن ب 150 كم بر اور، والويند فيلوستي بتاثر فيها في الايست دايركشن ب 30 كم بر اور. يبقى التوتال فيلوستي اللي هتمشي بيها عباره عن ايه؟ دي اكنها بالظبط نفس اللي انا عاملها، عندي فيكتور اتجاهه لفوق وفيكتور اتجاهه ايه ايست. التوتال او الريزلتنت فيكتور هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن هايبوتنس. عملته كده بقى، عملته كده مش هتفرق، بس هيبقى عباره ايه سوري ما يعني هو عباره يعني هيبقى من الستارت للايه للاند. لا هنا في الحاله دي طبعا هيبقى في الاتجاه ده تمام. يبقى هنا ايه الهايبوتنس مثلا، دي ب 150 ودي ب 30، يبقى عباره الهايبوتنس هنا عباره عن ايه روت 30 باور 2 بلس ايه 150 باور 2 اللي هي الفيلوستي بتاعت الطياره التوتال فيلوستي او الريزلتنت فيلوستي. ما هو انا الفيكتورز دي مش فورس بس، ممكن تبقى ايه فيلوستي، فاجيبها ايه بالطريقه دي. عايز الدايركشن بتاعها يبقى هجيب السيتا عن طريق الرول اللي انا لسه كاتبه اللي هو ايه تان سيتا ايكوال اف واي اوفر اف اكس او في واي اوفر في اكس. الفي واي اللي هي ايه 150 اوفر ايه 30، يبقى اقدر اجيب الايه الانجل بمنتهى السهوله. فانت لو شفت اشكال زي دي ما تخضش، وبسألك برضو حاجات في المنهج تمام. لو انت عندك بقى تو فيكتورز كل واحد ليه دايركشن معين، ده في الدايركشن ده ده في الدايركشن ده، وقال لك شو باي دروينج فيكتور اي بلس فيكتور بي، هنا بمنتهى البساطه لما تيجي ترسم تو فيكتورز هترسمهم ازاي؟ في عندك طريقتين، طريقه اسمها هيد تو تيل، بحيث اللي انت تلزق اي هيد في اي تيل. مثلا لو عايز الهيد بتاعت الاي في التيل بتاع البي، اكنك هتحرك الاي محافظ على الدايركشن بتاعها تلزقها في البي بالشكل ده كده، اكنك البي اهي ده البي، هتيجي تجيب الايه تلزقها فيها كده بالشكل ده. معلش هنا ايه المكان ما قضاش، يبقى البي كده دي البي مثلا، الاي تيجي ترسمها ايه كده دي الـ. بعد كده تشوف فين الستارت عندك بتاعت الشكل كله ده، الستارت ودي الانت، ترسم ما بينهم سهم بحيث ان السهم ده بيعبر عن مين، عن ايه فيكتور ايه بلس ايه فيكتور بي، يبقى ده كده ايه بلس بي. الطريقه الثانيه اسمها درونج باراليلوجرام او ادين باي درونج باراليلوجرام. يعني ايه ممكن اعملها هنا برضو، معلش الاي ماينس بي ممكن اعملها ورا. ازاي بقى تعمل باراليلوجرام؟ تلزق الستارت في الستارت. طب تلزقهم ازاي؟ هتجيب ده برضو كده تقدر تحركه، احنا قلنا اي فيكتور تقدر تحركه طالما محافظ على الدايركشن بتاعه. طب ده الدايركشن بتاعه في الاتجاه ده كده، هجيبه احركه احطه ايه احطه في الايه، يعني الستارت بتاعه كده احركه كده واحطه ايه في الايه، انا كن الايه كده اهو البي هنا. طبعا لما باجي ارسم باراليلوجرام يبقى الستارت في الستارت، يبقى ده البي كده، ده الايه وده البي، ده الايه ده ايه
البي، بعمل باراليلوجرام الدياجونال بتاعهم هو عبارة عن ايه؟ عن فيكتور ايه بلس فيكتور بي. طيب لو قال لك ايه ماينس بي او ايه، لو قال لك ايه ماينس بي ده بمنتهى السهولة، انت عارف احنا لسه كاتب لك او قايل لك النيجاتيف ساين دي مينز ايه؟ اوبوزيت دايركشن. هو مين النيجاتيف دي بتاعت مين؟ بتاعت البي. يبقى البي بدل ما هو اتجاهه كده، النيجاتيف بي هيبقى اتجاهه ايه؟ في الاتجاه المعاكس كده، تاني كده نيجاتيف بي. تمام؟ طيب والايه زي ما هو؟ وقال لك ايه زي ما هو؟ ما قالكش نيجاتيف ايه؟ الايه زي ما هو. برضه هتشتغل بطريقه الهيد تو تيل عادي او ممكن الباراليلوجرام، عايز تعمل ايه ماينس بي؟ يبقى الايه كده ممكن تلزق الهيد دي في التيل دي عادي. يبقى ده فيكتور ايه وده فيكتور بي. العباره هتعمل بقى ايه؟ هترسم قلت لك من الستارت للاند تعمل سهم. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه ماينس ايه ماينس بي. طيب الكروس والدوت برودكت، خلي بالك من الحته دي مهمه جدا، النوتس دي مهمه جدا، يا ريت ايه تقراها كده يعني، تعمل سكرين شوت او حاجه وتحفظ او تكتب النوتس دي عندك في الكتاب. اولا الكروس برودكت والدوت برودكت عباره عن ايه؟ الدوت برودكت اي بي كوزاين سيتا، الكروس برودكت اي بي ساين سيتا. يبقى الدوت بيعتمد على الكوزاين والكروس بيعتمد على ايه؟ الساين. تمام؟ لو انت عايز تعرف الكلام ده ان ديتيلز ممكن تفتح الفيديو بتاع الشرح وتشوف بالظبط الفيديو بتاع الشرح عندك على القناه في البلاي ليست على اليوتيوب، تقدر تشوف الايه الكلام ده ان ديتيلز. بس سريعا كده انا عايز اتكلم عن حاجات اساسيه. هو امتى الدوت برودكت يبقى ايكوال الكروس برودكت؟ ما هو الدوت انت قلت لي كوزاين سيتا، يعني اي بي كوزاين سيتا، والكروس اي بي ايه ساين سيتا. امتى الكوزاين تبقى ايكوال الساين؟ ده والانجل 45. حتى انت لو جربت عملت كوزاين 45 هتلاقيها ايه؟ روت 2 اوفر 2. لو عملت ساين 45 برضه هتلاقيها روت 2 اوفر 2. يبقى الاثنين هيبقوا ايكوال لو الانجل كام؟ 45. الكروس برودكت لو انت بدات من فيكتور لفيكتور تاني، يعني من الاولاني للتاني، هيبقى ايكوال نيجاتيف لو بدات من ايه؟ من التاني للاولاني. قلنا عشان ده اتجاهه بيبقى عكس ده. طيب الاي كروس بي بيبقى ايكوال زيرو لو الانجل ايه؟ لو الثيتا بزيرو. ليه؟ ما هو الكروس ده ساين، والساين تبقى بزيرو امتى؟ لو الانجل بزيرو، يعني انت لو عملت ساين زيرو هتطلع لك بزيرو. طيب لكن بيبقى ماكسيمم الكروس برودكت بيبقى ماكسيمم لو الانجل، لو الانجل بتاعتك بكام؟ ب 90. لو الانجل ب 90 هتلاقي الكروس برودكت ده بماكسيمم، يعني انت لو عملت ساين 90 هتلاقيها طلعت ب 1، ودي اكبر فاليو للايه؟ للساين. طيب العكس بقى، الدوت برودكت هيبقى بزيرو لو الانجل ايه؟ لو الانجل بزيرو، لو هما بيربنديكولار يعني. ليه؟ عشان انت لو عملت كوزاين 90 هتلاقي ايه؟ هتلاقيها بزيرو. لكن الدوت برودكت هيبقى ماكسيمم لو الانجل، لو الثيتا بتاعتك ايه؟ لو الثيتا بتاعتك بزيرو. يعني السهم ده اقصد بيه ان الدوت برودكت هيبقى ماكسيمم، وهنا الكروس برودكت هيبقى ماكسيمم. الكروس برودكت هيبقى ماكسيمم لو الانجل ب 90، الدوت برودكت هيبقى ماكسيمم لو الانجل ايه؟ بزيرو. عشان لو انت عملت كوزاين سوري، لو عملت بقى كوزاين، لو عملت كوزاين زيرو هطلع لك ب 1. يبقى اكبر قيمه للدوت لما الانجل ما بين التو فيكتور، يعني مثلا لو عندك فيكتور ايه وفيكتور بي الاثنين بارل لبعض، يعني هنا كده الانجل ما بينهم بزيرو، يبقى دي اكبر الدوت برودكت بتاعهم هيبقى ايه؟ اكبر حاجه. طيب في سؤال هنا على الموضوع ده، جايب لك فيكتور ايه وفيكتور بي الاثنين بيربنديكولار، يعني الانجل ما بينهم بكام؟ ب 90. هنا بيقول لك the operation that makes zero product maximum وزيرو. انا لسه قايل لك حالا، امتى لو عندي تو بيربنديكولار فيكتور، يعني الانجل ما بينهم ب 90، هتبقى زيرو امتى؟ في حاله الدوت ولا في حاله الكروس؟ والله لو هما الانجل من بينهم ب 90 يبقى الدوت برودكت هو اللي يبقى بزيرو. يبقى زيرو في حاله الدوت، يبقى ايه؟ يبقى الاي دوت بي. طيب وهيبقى ماكسيمم لو كروس. ليه؟ عشان ساين 90، ساين 90 هتبقى ايه؟ ماكسيمم او تبقى 1 اللي هي ماكسيمم فاليو، فهتبقى ايه؟ هتبقى الاجابه عندك رقم دي. تمام؟ بتبقى ماكسيمم في حاله الكروس برودكت عشان ساين ال 90 دي اكبر قيمه ليها، وهتبقى زيرو في حاله الدوت برودكت علشان انت قلنا الدوت برودكت اللي هو اي بي كوزاين سيتا. لو عملت كوزاين كوزاين 90 هتبقى ايه؟ هتبقى بزيرو. طيب الايكويشنز في موشن ما فيهاش اي مشكله، هتبقى تعويض مباشر عادي. انت بتكتب الايكويشنز دي قدامك وتيجي تحل اي مساله على حسب الجيفن والايه، يعني ممكن لو جينا نحل المساله دي مثلا
بيقول لك موشن اوبجكت هاز ستارتد موشن فروم ريست، يعني الفي اي ايه بزيرو، والاكسلريشن عندك ب2، والتايم ب10، عايز الايه الفاينل فيلوسيتي. هنا معاك في اي واي تي، هتستخدم ايه اول ايكويشن عشان تجيب الفي اف؟ يبقى الفي اف ايكوال في اي بلس اي تي، يبقى الفي اف ايكوال، قال لك فروم ريست يعني خلاص دي بزيرو مش موجوده، الاكسلريشن ب2، التايم ب10، يبقى ايه 20 متر بير سكند. عايز الديستنس، الديستنس اسهل، انا ممكن استخدم الثانيه او الثالثه عشان اجيب الديستنس، لكن اسهل لي الثانيه ومعايا تايم كمان، يبقى دي ايكوال في اي تي بلس هاف، سوري هنا بلس هاف اي تي باور 2، كده كده الفي اي بزيرو يبقى كل ده بزيرو، يبقى دي ايكوال هاف ملتبلاي الاكسلريشن ب2 ملتبلاي التايم ب10، يبقى ايه 10 باور 2، ده يروح مع ده 10 باور 2 يديك ايه 100 متر. نوتس كده، لو في اوبجكت بيحصل له فري فول يبقى الفي اي بتاعته بزيرو، لو بيحصل له بروجكشن فيرتيكال ابورد يبقى الفي اف بتاعته بزيرو عند الماكسيمم هايت، والجرافيتيشنال اكسلريشن بتحسبها بالايه بالنيجاتيف. طيب بالنسبه بقى للبروجكتايلز وذ انجل، دي بقى ركز معايا كويس قوي. بروجكتايلز وذ انجل دي طبعا الرولز بتاعتها عادي، يعني انت ممكن عايز تعمل لها سكرين شوت، دي رولز بتاعت الايه البروجكتايلز وذ انجل. تمام، قلنا ليه تو كومبوننت، هوريزونتال كومبوننت وفيرتيكال كومبوننت. دايما الهوريزونتال كومبوننت اللي هو الفي اي اكس ده بيبقى كونستانت، يعني ما بتتغيرش، كونستانت فيلوستي يعني الاكسلريشن بتاعتها بزيرو، لكن الفيرتيكال كومبوننت هو اللي سرعته بتتغير، وعشان كده بطبق عليه الايكويشنز اوف موشن. تمام، طيب لكن بقى في نقطتين مهمين جدا عايز اتكلم عليهم. هو لما برمي اي بروجكتايل بيبقى بيقطع مسافتين، مسافه في الاتجاه ده اللي هي الار دي اللي انا بسميها هوريزونتال رينج، ومسافه في الاتجاه ده اللي هو ايه الهايت. طيب هو هيقطع او امتى يوصل للماكسيمم هوريزونتال رينج؟ خلي بالك في الحته دي مهمه جدا. انت مثلا معاك بروجكتايل عايز تخليه يوصل للماكسيمم هوريزونتال رينج، فبتخليه بتطلقه بانجل كام؟ 45. يعني مثلا لو انت عندك بروجكتايل اطلقته 3 مرات والثلاث مرات نفس السرعه، مره مثلا الثلاث مرات اطلقته بسرعه 10 متر بير سكند، بس غيرت الانجل، لو انت اطلقته بانجل 45 هيوصل لابعد هوريزونتال رينج. تمام، طيب لكن لو اطلقته مثلا بانجل 60 الهايت بتاعه هيزيد. طبعا انت كل ما بتزود الانجل، انت عندك مدفع عايز مثلا يضرب طياره، فايه كل ما بتزود الانجل كل ما الهايت يزيد، ده طبيعي. لكن الرينج بتاعك قل، يعني الهوريزونتال رينج بتاع ال 60 قل، يعني مثلا هنا كان عند لما اطلقت ب 45 الانجل دي كده كانت ب 45 وصل مثلا لحد ايه ال 90، لكن لما عملت بروجكشن بانجل 60 الهايت زاد لكن الهوريزونتال رينج ايه قل. طيب لو انت بقى بنفس السرعه اطلقت البروجكتايل بانجل 30 هتلاقيه وصل لنفس الهوريزونتال رينج اللي وصلت له لما انت اطلقته بانجل 60. ليه؟ عشان ال 30 وال 60 دول كومبلمنتري. ايه ده؟ يعني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان البروجكتايلز لو حصل لهم بروجكشن باي كومبلمنتري انجلز، يعني بانجلز السمشن بتاعهم ب 90، هيوصلوا لنفس الايه الهوريزونتال رينج. يعني مثلا لو واحد اطلقته بانجل 20، واحد تاني اطلقته مثلا بانجل ايه، سوري معلش دي شكلها مش 20 مثلا 70 مثلا، واحد تاني اطلقته بانجل كام 20 وبنفس السرعه، هما الاثنين هتلاقيهم وصلوا لنفس الايه لنفس الرينج 10 مثلا و80 85 مثلا و5 يعني and so on. اي كومبلمنتري انجلز يعني السمشن بتاعهم ب 90 هيوصلوا لنفس الهوريزونتال رينج. طبعا كل ما بتزود الهايت كل ما سوري كل ما بتزود الانجل الهايت ايه بيزيد، عشان كده اكبر هايت لما انت تضرب الايه البروجكتايل بانجل 90 او اولموست يعني 90 فيرتيكال يعني. يبقى دي النوتس اللي انا كنت ايه لسه نتكلم عنها. ممكن نجيب لي الاشكال دي، يبقى البروجكتايل لما بتطلقه بانجل 45 ده بيوصل للماكسيمم هوريزونتال رينج، لو كومبلمنتري انجل ذا 30 وال 60 هيوصلوا لنفس الايه نفس المسافه، يعني ابو 30 هيوصل لمسافه وال 60 هيوصل ايه لنفس الايه المسافه او نفس الهوريزونتال رينج. والكلمتين دول اقراهم، ده اللي انا لسه ايه قايله. هنا معلش السؤال ده مش واضح، هنا يعني هقرا لك اللي بيحصل. هنا بيقول لك ايه، الولد ده رمى اوبجكت بفيلوستي وهو عايز يدرس الهوريزونتال فيلوستي اللي هي الفي اكس، يعني الفي اكس هنا انهي جراف بيعبر عنها؟ مش دي احنا قلنا كونستانت؟ طيب كونستانت فيلوستي انهي تو جرافس من دول؟ دول مش واضحين، لكن الجرافس اللي بتعبر عن الهوريزونتال او سوري بتعبر عن الكونستانت فيلوستي، لو ريليشن ما بين السبيد والتايم هيبقى كده، لو ريليشن بين الديسبيس والتايم هيبقى بالشكل ده. طيب
هنا جايب لك جرافس بيقول لك مين اكبر واحد في الاكسلريشن. انا عايزك في نوت كده مهمه جدا، ذا مور ستيبر اللي هو ايه اللي فيه انحدار اعلى هاز زي هاز ذا لارجست فاليو، بيبقى ايه اكبر في الفاليو. طب مين اعلى هنا او مين الستيبر؟ ستيبر طبعا انا اقصد هنا مور ستيبر تو واي اكسس، مش ده الواي ده الاكس، تو واي اكسس. مين الستيبنس او يعني بيبقى مور ستيبر ده ولا ده ولا ده؟ طبعا ده السلوب هنا بزيرو، ده ايكوال ده بس ده في النيجاتيف دايركشن. ده طبعا اعلى فاليو ليه؟ عشان ده ستيب يعني في انحدار عالي قوي، لو انت جيت عملت تانجنت كده هتلاقي قريب قوي من الواي، لكن ده هتلاقي بعيد عن الواي شويه، فهتلاقي الفاليو بتاعته اقل من ده، يبقى ده اعلى فاليو في الاكسلريشن. تمام. طيب مساله زي دي جايب لك هنا عربيه كانت الفي اف في اي بتاعتها بزيرو والفي اف ب 12، عايز الاكسلريشن يبقى ايه؟ ايكوال في اف ماينس في اي اوفر الدلتا تي عادي، سوري دي ماينس الفي اف ب 12 والفي اي سوري الفي اي بزيرو. التايم بكام؟ التايم ب 2. اديني كام؟ اديني 6 متر بير سكند باور 2. طيب هنا ركز بقى معايا في السؤال ده. ذا فيجر ريبريزنت بارابوليك، يعني هنا جايب الباث بتاع بروجكتايل تمام اتحركت من ايه لايه. بيقول لي هنا ايه وات از ذا سبيد ات بوينت سي كومبيرد وذ ذا بوينت اي. طيب انت عندك هنا بقى بيقول لك ايه السبيد بتاعت السي بالنسبه لايه. طبعا انت السي ده هنا الفي بتاعته او الفي اف واي بتاعته تبقى بزيرو، لكن الاي دي هنا منطلق باقوى سرعه، يبقى اكيد الايه السي اقل من الاي، هتبقى الاجابه رقم بي. طيب هنا جايب نفس الرسمه بس بايه بيقول لي which statement is correct. الفيلوسيتي عند اي وبي وسي ودي واي واحده؟ لا طبعا غلط، يعني اول سؤال هنا او اول اختيار بيقول لي الفيلوسيتي واحده فيهم كلهم، لا غلط. بيقول لي الاكسلريشن بتبقى 9.8 عند البوينت اي وبي ودي، لا هي الاي والبي هتبقى بالنيجاتيف، عند الدي هتبقى ايه بالبوزيتيف عشان نازل ناحيه الارض وهنا ايه عكس طالع لفوق. طيب الاكسلريشن بتبقى بنيجاتيف عند الاي والبي والدي، لا هو نيجاتيف عند الاي والبي لكن عند الدي بتبقى ايه بوزيتيف. البول از ذا سيم ديستانس اباف ذا جراوند ات بوينت بي ودي، عند بي ودي نفس الديستانس اباف ذا جراوند، لا برضو غلط. لكن النمبر ايه بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا فيلوسيتي اوف ذا بول تشينجز كونتينوسلي ديورينج اتس فلايت. تمام يبقى الاجابه عندي رقم ايه؟ رقم ايه. طيب هنا بص بقى، لو عندك ريليشن بين الفيلوسيتي والتايم وعايز تجيب الديسبيسمنت، انت في رول بيقول لك ان الديسبيسمنت ايكوال اريا بلو ذا جراف. بمنتهى البساطه بتبدا ايه الجراف اللي عندك ده تقسمه، الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن ايه تريانجل اهو، عباره عن ايه ريكتانجل، يبقى عباره عن الاريا بتاعت التريانجل ده بلس الاريا، يبقى الاريا اوف تريانجل بلس الايه بلس الاريا اوف ريكتانجل. الاريا بتاعت التريانجل ده هتبقى ايه هاف باي بيز باي هايت، البيز بتاعك كام؟ 5، يبقى هاف تايمز 5 تايمز الهايت بكام؟ ب 30 بلس الاريا بتاعت الريكتانجل، اللينث بكام؟ ب 30 اهو. الويدث بكام؟ الويدث اوعى تقول لي 15، لا ما انا بدات من هنا لهنا من 5 ل 15 يعني 10. هتديك الاجابه بتاعتك هتبقى كام؟ هتبقى 375 متر. هنا جايب لي واحد ايه بيزق هنا ايه بيزق بوكس وبيقول لي عايز يتحرك بكونستانت سبيد. ما انت عايز تتحرك بكونستانت سبيد يعني عايز يبقى النت فورس اللي بتاثر ايه على البوكس ده بكام؟ بزيرو. طب هو هنا بيأثر بفورس اف، لازم في فورس ثانيه تبقى في الاتجاه المعاكس تبقى اف برضه وتبقى في الاتجاه المعاكس. مين القوه الوحيده اللي في اللي بتعاكس اي اوبجكت بيتحرك في ستريت لاين؟ الفريكشن فورس. طيب انا لما بزق بقوه لازم تبقى قد الفريكشن فورس ولا اكبر؟ لو اكبر سرعتي هتزيد، انا عايز اتحرك بكونستانت سبيد فلازم سرعتي دي تبقى ذا سيم زان اوف ايه فريكشن فورس اللي هي رقم سي، لازم القوه بتاعتي تبقى انا قد قوه الايه الفريكشن فورس عشان اقدر اتحرك بكونستانت فيلوسيتي. اخر حاجتين هنا لو جايب لي بروجكتايل فايرد ات انجل 45 لسه واخدينها هيوصل للماكسيمم هوريزونتال رينج، واحنا قلنا في نفس الوقت اتحرك بيونيفورم فيلوسيتي فهتبقى انهي كيرف من دول 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ هيبقى ايه رقم 3، وصل فعلا لابعد ديسبيسمنت. اوعى تقول لي دي لا دي تايم كبير بس الديسبيسمنت قليله، دي الديسبيسمنت لما دي ديسبيسمنت عاليه وفي نفس الوقت كان بيتحرك بيونيفورم ايه فيلوسيتي،
انت عارف ان الريليشن ما بين الديسبيسمنت والتايم لو الخط عامل كده كده معناه بيتحرك ايه بيونيفورم فيلوسيتي. اخر حاجه لو انا عندي بروجكتايل وحصل له بروجكشن بالشكل ده الباث بتاعه وانا عايز ارسم الكلام ده جرافيكالي امثل الكلام ده جرافيكالي هو لما بيطلع من هنا لهنا ايه اللي بيحصل الفيلوسيتي بتقعد تقل يبقى لو الريليشن بين الفيلوسيتي والتايم بتقعد تقل 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 لحد ما توصل لكام لزيرو يعني الفيلوسيتي هتقعد تقل 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 لحد ما توصل لزيرو مش ده الاوريجين بوينت بعد كده هتقعد تزيد بس في الاوبوزيت دايركشن واحنا قلنا اوبوزيت دايركشن في الفيزيكس يعني ايه يعني نيجاتيف يعني هتقعد تزيد 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 ماشي بس ايه بالنيجاتيف مش دي النيجاتيف سايد وده البوزيتيف فلو انا جايب لي يعني جراف زي ده او الباث بتاع البروجكتايل انهي جراف بيعبر عنه هيبقى الجراف ايه رقم ايه دي مراجعه كده سريعا على نيوتن فيرست لو نيوتن فيرست لو احنا قلنا بطبقه على الاستاتيك اوبجكت او اوبجكت بتحرك ايه بيونيفورم فيلوسيتي تمام طالما ان السيجما اف ايكوال زيرو يعني معناها التوتال فورس اللي بتاثر عليه بزيرو انت لو عندك كتاب على الترابيزه هنا يبقى التوتال فورس اللي بتاثر عليه بزيرو ما دام ستاتيك يبقى مفيش فورس بتاثر عليه وفي نفس الوقت لو حاجه بتتحرك بيونيفورم فيلوسيتي الجرافس اللي بتعبر عن نيوتن فيرست لو الجرافس اللي قدامك دي تمام ده بالنسبه للاستاتيك وده ودول بالنسبه لايه لليونيفورم فيلوسيتي ده ريليشن بين الديسبيسمنت والتايم دي ريليشن ما بين الفيلوسيتي والتايم كده الفيلوسيتي ثابته مع التايم وهنا الديسبيسمنت بتزيد مع التايم يونيفورملي يعني يبقى ده برضه بيتحرك ايه بيونيفورم فيلوسيتي اخر حاجه نيوتن ثيرد لو قلنا فور ايفري اكشن ذير از رياكشن ايكوال ان ماجنيتيود بات ايه اوبوزيت ان دايركشن واحنا قلنا النيجاتيف في الفيزيكس معناها ايه اوبوزيت تمام اشوفكم على خير يعني وبالتوفيق ان شاء الله عايزكم تبقوا على مهلكم ان شاء الله في الامتحان واتمنى لكم كل التوفيق وكل خير والسلام عليكم ورحمه الله.